السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غادي نشوفو إن شاء الله بعض الأخطاء اللي كيرتكبوها شي تلامذ منين كيكونوا كيخدموا لي زيكزيرسيس في لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. ايرور ان با فيغ، أول خطأ نبداو به يرتكب في تحديد مجموعة تعريف دالة. خديت كمثال دالة اف المعرفة ب اف لي اكس تساوي اكس ناقص واحد زائد ln دو اكس. كاين اللي كيدير دي دو اف كتساوي ار، كيشوف دالة اف ما فيها لا جذر لا مقام وكيعتبرها حدودية، وهذا خطأ. دالة اف ليست حدودية، فهي مجموع دالتين اكس ناقص واحد، هذه حدودية ما فيهاش مشكل، ولكن بالنسبة ل ln دو اكس ما يوجد بداخل ln خاص يكون دائما موجب قطعا. إذا داد اف غادي تكون هي مجموعة الأعداد الحقيقية بحيث اكس أكبر قطعا من الصفر. هاد اكس اللي داخل الألين خاصو يكون موجب قطعا، والأعداد الحقيقية الأكبر قطعا من الصفر كنمثلوها بالمجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية. نمر إلى الخطأ الموالي، وهو خطأ يرتكب في تمثيل داد اف في جدول تغيرات الدالة اف. كتكون عندكم دالة اف معرفة على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية، وبزاف نتاع التلاميذ كينساو ما كيحيدوش صفر من داد اف. اتونسيون، زيرو نابارتيان با داد اف. باش نخرجو صفر من داد اف في جدول التغيرات يكفي نزيدو خط عمودي تحت العدد صفر. خطأ آخر يرتكب في تبسيط مثلا العدد ln دو 3 بلس ln دو 4. كاين اللي كيديرها كتساوي ln دو 3 بلس 4 كتساوي ln دو 7، وهذا غير صحيح. الخاصية تقول لكل عددين حقيقيين أو بي من المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية، ln دو a بلس ln دو بي كتساوي ln دو a فوا بي. إذا الصحيح هو ln دو 3 بلس ln دو 4 كتساوي ln ديال جداء العددين 3 و 4 كتساوي ln ديال 12. خطأ آخر كيرتكبو التلامذ كيكون الأس فوق الألين وكيهبطو هنا، بحال هاد المثال ديال ألين وكاري إكس كيكتبو كتساوي اتنان ألين دو إكس، وهذا غير صحيح. كنهبطو الأس إلى كان فوق إكس ويكون من طبيعة الحال إكس أكبر قطعا من الصفر. دونك أتونسيون، هنا الأس يوجد فوق الألين. هاد ألين وكاري إكس هي ألين إكس لو تو أو كاري، كتساوي من طبيعة الحال ln دو إكس فوا ln دو إكس. من الأخطاء الشائعة كذلك في حساب إف بريم لي إكس، كتكون إف لي إكس كتساوي إكس فوا ln دو إكس، وبكل سهولة تلميذ كيدير إف بريم لي إكس كتساوي المشتقات x مضروبة في المشتقات ln دو x. مشتقات x هي واحد، وديال ln دو x هي 1 سور x، 1 فوا 1 سور x كتساوي واحد على x، وهذه غلطة. هنا عندنا جداء دالتين هما x و ln دو x، والمشتقة ديال u فوا v هي u بريم فوا v بلس u فوا v بريم. إذا المشتقة ديال x ln دو x غادي تكون هي مشتقة ديال x فوا ln دو x زائد x في المشتقة تاع ln دو x.
لا ديريفي ديال اكس هي واحد فوا ln دو اكس زائد اكس فوا لا ديريفي ديال ln دو اكس هي ان سير اكس نختزلو بإكس هنا غادي تبقى هي ln دو اكس بلس ان. ومن الأحسن نبداو بالعدد في الكتابة ديال ln دو اكس بلس ان، نكتبو ان بلس ln دو اكس. خطأ آخر يرتكب في حساب مشتقات دالة f المعرفة ب f لي x تساوي ln دو x الكل أس 2، f بريم لي x تساوي 2 ln دو x غير صحيحة، لأن المشتقة ديال u مربع هي جوج فوا u فوا u بريم. إذن لي صحيحة هي f بريم لي x تساوي 2 فوا u هي ln دو x فوا u بريم هي ln دو x بريم تساوي 2 ln دو x. لا ديريفي ديال ln دو x معروفة هي 1 سير x، والنتيجة النهائية هي 2 ln دو x سير x. في حساب النهايات أول حاجة ديروها هي التعويض. أغلب النهايات اللي كيتحطوا في الامتحان الوطني كيخرجوا غير بالتعويض، كاين اللي النهاية كتخرج غير بالتعويض هو كيعقدها بحال هذا المثال اللي اختاريت لكم ليميت x تنفير 0 بلس ديال x موان x ln دو x. كاين اللي كيعمل ب x كيعوض x بصفر بلس كتعطي صفر، كيعوض ln في ل 1 موان ln دو x كيعوض x بصفر بلس. دونك ln دو x كون x تنفير 0 بلس هي موان لانفيني مع الناقص كتعطي بلس لانفيني، وكيضرب صفر في بلس لانفيني وكيدير النتيجة صفر، مع العلم أن صفر في لانفيني هو شكل غير محدد. إذا هاد النهاية كتخرج غير بالتعويض، لا داعي للتعميل. نعوضو x بصفر، و x ln دو x هي نهاية اعتيادية كتعطي صفر عندما يؤول x إلى صفر بلس، صفر ناقص صفر كتعطي صفر. ونكتب التعليل لأن ليميت x فوا ln دو x كون x تنفير 0 بلس تقال أزيرو. إشارة ln دو x بزاف نتاع التلامب غير كيلقاو ln دو x كيديروها موجبة على المجال المفتوح صفر زائد ما لا نهاية، وهذا غير صحيح. ln دو x كتكون موجبة فقط على المجال واحد زائد ما لا نهاية، ln دو x كتنعدم في واحد وكتكون سالبة قطعا على المجال المفتوح صفر واحد. إذا الإشارة ديال ln دو x قلنا ln دو x كتنعدم في الأعداد واحد على المجال واحد زائد ما لا نهاية كتكون موجبة، أما على المجال صفر واحد كتكون سالبة. وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. في الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوفوا أخطاء أخرى بالتصحيح ديالها باش تستفدوا منها إن شاء الله. إلى اللقاء بحول الله.